الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك أمر مهم في الدين، وهو ستر العيوب على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من ستر على أخيه عيبا فكأنما أحيا موءودة في قبرها. معناه إذا رأيت من أخيك عيبا تستره، وإن كان هذا الأمر يعني فيه عصيان معصية لله، تنصحه ولا تفضحه، تكلمه سرا بحيث يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تفضحه بين الناس. وقد يكون العيب شيئا آخر ليس فيه معصية، ولكن لو تكلمت به مع أمام الناس لحصل للآخر إيذاء شديد، فتستر على هذا الإنسان ولا تفضحه. لنا في هذا الموضوع قصة عظيمة وعبرة ينبغي لأهل هذا الزمان أن يعتبروا بها. هناك رجل صالح اسمه أحمد بن مهدي بن رستم، من كبار الصالحين، يقال إنه لم يعرف له فراش 40 سنة، يعني 40 سنة ما كان يبيت في الليل على فراشه، وكان ذو مال عظيم، كان له ما يقرب من 300,000 درهم أنفقها كلها في العلم، أنفقها كلها في العلم. قال أحمد هذه القصة، قال أحمد: جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي، وذكرت أنها من بنات الناس، يعني من لها مكان عند الناس، وأنها امتحنت بمحنة، ابتليت ببلاء. قالت: وأسألك بالله أن تسترني، أنا وقعت في مصيبة وأطلب منك أن تسترني، ولكن أحتاج أن أكلمك بهذا، أنا جئت إليك لأني أحتاج إلى أن أكلمك، ولكن استرني. قال: فقلت لها: وما محنتك؟ ما هو بلاؤك؟ ما هو الأمر الذي تريدين أن تخبريني به؟ قال: أكرهت على نفسي، يعني معناها اغتصبت هذه المرأة، اعتدى عليها بعض الناس ظلما وعدوانا، أكرهت على نفسي، وأنا حبلى، أنا الآن حامل، أنا في بطني ولد. وذكرت للناس لما ظهر، قال: ذكرت للناس أنك زوجي، إنه أنا تزوجت بك، ذكرت للناس فلان زوجي عن أحمد بن مهدي ابن رستم، وأن ما بي من حمل هو منك، أنت أبو الولد، فلا تفضحني. لأن هي ماذا ستقول للناس لو قالوا لها أكره، لو قال يعني تخاف من ألسنة الناس أن يعيرها، فهي قالت: أنت فلان زوجي وأن الحبل منه، فلا تفضحني، استرني سترك الله. فسكت عنها ومضت، سكت وذهبت المرأة، فلم أشعر حتى وضعت، وجاء إمام المحلة، الشيخ تاع المحلة، مع جماعة من الناس يهنئوني بالولد، إن ولدت فلانة وهي تقول أنت زوجها، فجاءوا يهنئوني بالولد. فأظهرت التهلل، أظهر الفرح، ووزنت في اليوم الثاني 2 دينار ودفعتهما إلى إمام المحلة، وقلت له: أبلغ هذا إلى المرأة لتنفقه على المولود، على المولود، فقد سبق بيننا ما فرق بيننا، حصل أمر أنه نحن متفرقان، فقد سبق ما فرق بيني وبينها، يعني إلى الآن هو يقول أنه إحنا من أنا الآن لست معها، ولم يقل أني كنت قبل، ولم يقل كنت قبل معها، الآن سبق ما فرق بيننا وبينها، الله تعالى
لم يجعله زوجا لها أصلا، لكن قال خذ هذا الدينارين وأعطهما للمرأة تنفقهما على المولود. فكنت أدفع في كل شهر دينارين، كان يرسل لها دينارين كل شهر للمولود وأعطيه للإمام والإمام يوصلها للمرأة. ثم مضى على الولد سنتان وتوفي ذلك المولود، بعد سنتين توفي هذا المولود. فجاء الناس يعزونني، بعد سنتين مات الولد فصار الناس يأتون إلى أحمد بن مهدي يعزونه بموت ذلك الولد على أنه هو أبوه. فكنت أظهر لهم التسليم والرضا، يظهر التسليم والرضا، لأنه لو فعل غير ذلك سيتكلمون على هذه المرأة. فجاءتني المرأة ليلة من الليالي بعد شهر، بعد موت الغلام بشهر جاءت تلك الليالي ومعها تلك الدنانير، كل الدنانير، كل شهر كان يعطيها دينارين كانت تضعها، تقول يعني هي فيما بين هذا ليس لي، هذا سترني أرسل، لا ما كانت تستعمل المال، تقول هذا ليس حقي ليس مالي، فكانت تضعها لحدة حتى بعد شهر جاءت أتت بالمال كله فردتها وقالت سترك الله كما سترني، قالت سترك الله كما سترتني. فقلت هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود، أنا كنت عم أنويها للمولود، تنفقيها على المولود، ما كنت أنوي أن ترديها، أنا كنت في نيتي أن تنفق على هذا المولود، وهي الآن لك، هي الآن لك، فاعملي فيها ما تريدين، هذه الدنانير هي لك فاعملي فيها ما تريدين. العبرة أن هذا الرجل الصالح، الرجل القائم بالليل كذا، لم يهرب من تلك المرأة، هي فقط لم تستشره أولا، هي أخبرت وجاءت قالت أنا قلت للناس، كأن بعض الناس لاحظوا عليها الحمل، لاحظوا أنها حبلى، ماذا ستقول؟ نظرت أن فلان ممكن من العباد الصالحين لعله يسرني، فقالت هو أبو هذا الغلام أنا هو زوجي، فما أنكر أمام الناس حتى لا يفتضح حالها، وواسى بالمال ولم يظهر، لم يظهر أن هذه تكذب وليس صحيحا، وسترها، بل وصل بالمال إلى سنتين وهو يعطي لكل شهر دينارين من ذهب لتنفقه على هذا الغلام، وبعدما ردت له ردها. المهم يا إخواننا أن نتلطف بالناس، أن لا نفضح عيوب الناس، إذا لجأ إلينا إنسان في مصيبة من المصائب المطلوب أن ننظر بعين العطف والشفقة على هؤلاء الناس ونستر ما دام الشرع يبيح لنا أن نستر. أما مثلا إنسان سارق أو إنسان غشاش هذا لا نستره إن لم يتب، إن لم يتب لا نستره، نحذر الناس منه، فإن تاب إلى الله وظهرت علامة التوبة نستره.